أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاده وعلى أصحاب الحسين. قفا نسأل الدار التي خف أهلها قفا نسأل الدار التي أفهلها متى عهدها بالصوم والصلوات. بكيت
جيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات لآل رسول الله بالخيف من منام وبالبيت والتعريف والجمرات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد الثفنات ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي وقبر بجنب النهر من أرض كربلاء 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 معرسهم آه العريس معرسهم بشط فراتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بشط فراتي يما ذكري من تمر زفت شباب من العير اسمه حرم حنيت دم المصاب يما ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم حنيتي دم المصاب شمعة شبابي من يطفوها حنيتي دمي والجفن دار التراب يما ذكريني من تمر زفت شباب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم
رحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عطروا مجالسكم ونوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا في هذه الليالي التي مضت في سلسلة محورها يدور حول نصرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقلنا أن النصرة لسيد الشهداء حينما أطلقها إلى البشرية إلى يوم القيامة، ألا هل من ناصر ينصرني، قلنا أن هذه النصرة هي نفسها التي يتحدث عنها الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأيضا هو نفسه الميثاق الغليظ الذي أخذه على جميع الأنبياء بالنسبة لنصرة سيدنا ونبينا أبي الزهراء محمد. لتؤمنن به ولتنصرنه. ثم قلنا هذه النصرة تتجلى ويجيء بهذه النصرة نصر الله، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأشرت إشارة لكنني لم أدخل في هذا الموضوع، هذه الليلة سوف أدخل. أشرت أن هذه النصرة الله تعالى يوجه الخطاب للذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. إذن شرط النصرة أن يكون الإنسان مؤمنا، لا بل أكثر من ذلك، يسأل المعصوم عليه السلام: يا ابن رسول الله، ما هو أهم عمل وأهم شيء يقوم به الإنسان؟ قال: العمل الذي لا يقبل عمل من دونه. الشرط في كل الأعمال، في الأعمال شرط، هناك شرط لا يقبل أي عمل من دون هذا الشرط. قلت: ما هو يا ابن رسول الله؟ قال: الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا أنت لا تؤمن بالله الأعمال ما لها قيمة. هذا الذي قلنا أن هناك قضية تسمى بالحسن الفاعلي، لا يكفي أن تقوم بعمل جيد، بل من هذا الذي يقوم بهذا العمل؟ هل هو مؤمن بالله أو لا؟ وتحدثنا عن العلة الغائية في ليلة من الليالي. ولذلك تشوف بعض الناس يريد بالقوة يجيب الإنسان، يجيب واحد مخترع من المخترعين مثلا، يقول هذا أخذ جائزة النوبل في العلم، لماذا لا تقول عنه أنه يدخل الجنة، فاد البشرية وإلى آخره. البعض منهم اذهب وقل له هذه الكلمة، قول أنه أنت حصلت على جائزة نوبل وتستحق الجنة، يقول لك: أي جنة؟ أنا لا أؤمن بالجنة، أنا فعلتها للساينس، فعلتها للبشرية. وبالفعل البشرية والساينس قاعد يقدروه. بالقوة تريد تودي واحد بالجنة؟ لا يدخل الجنة إلا أن يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والشرط في النصرة الإيمان. الآن هنا القضية المهمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن صفة الإنسان الصالح، يقول هناك علائم لهذا الإنسان الصالح. أول علامة يبتدئها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
أنه أن يصفي ويصلح قلبه. النبي يتحدث عن القلب. فإذا أردنا أن نذهب إلى الآيات المباركات، إلى سور القرآن الكريم، وندقق النظر، لماذا الحديث عن القلب مثلا؟ ليش يصفي قلبه؟ هاي بداية الإنسان الصالح، لازم يصفي قلبه. تجد أن محل الإيمان في القلب. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أين مقر الإيمان؟ أين محل الإيمان؟ في القلب. وبعد، إذا كان القلب سليما، إذا كان القلب سليما في الاضطرار، ممكن واحد يقول كلمة، مثل عمار بن ياسر تحت التعذيب قال كلمة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صحيح؟ لأن القلب فيه الإيمان، فحينئذ أنت لا تخشى على هذا الإنسان. المعمل شغال، الجهاز الداخلي شغال وجيد، الإطار هناك أمور ممكن تحدث شغلات بالاضطرار، لكن المعصوم يتحدث عن هذه القضية الحساسة، يقول أن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان في القلب. صحيح. ثم الأعمال والجوارح مؤدية تؤدي ما يشتهيه القلب. يعني الآن إذا هم قلبك بالبصر فتحت عينك، فتحت العين. إذا هم قلبك بالكلام، وإذا بالنطق هذا اللسان يتحرك. إذا هم قلبك بالحركة، وإذا بالرجلان تتحركان. فكل عمل وكل جارحة من جوارح الإنسان إنما هي مؤدية وتراجمة للقلب. ولذلك المعصوم يقول لازم أنتم تكونون هكذا بالنسبة للمعصوم، يعني تطيع الإمام كما يطيع الجوارح القلب. لذلك يقولون الله تبارك وتعالى جعل الإيمان في القلب، زين، ثم الأعمال يجب أن تعطي هذه الانعكاسة. يعني هذه العين التي تذهب إلى الحرام تنظر للحرام، أو اليد التي تتحرك باتجاه الحرام، أو الرجل الذي يذهب إلى مكان الحرام، اعرف أن القلب هو اللي به مشكلة، القلب اللي به مشكلة. إذا القلب كان فيه إيمان ونور، فهذه الجوارح أوتوماتيكيا سوف تهتدي إلى الله تبارك وتعالى. إذن أولا الإيمان وينه؟ بالقلب. زين، المسألة المهمة الثانية، هل هذا الإيمان، لأنه هذا السؤال دائما مطروح، كيف نقوي إيماننا؟ يقول كيف نقوي إيماننا؟ الآن الذين جاءوا مع الحسين عليه السلام ولبوا نداء داعي الله، نداء داعي الله، لبوا نداء الإمام الحسين عليه السلام وقالوا لبيك يا حسين، وجاءوا إلى الطف يتحدثون عن قتل لو قتلوا 1000 مرة ويعود لنصرة الحسين، يتحدثون عن 70 مرة يحرقون أحياء ويأتون لنصرة الحسين. هذا من وين؟ هذا منبع المنبع والذي يجعل هذا الإنسان يتحدث هكذا وين؟ الإيمان. هؤلاء يؤمنون بالحسين ويؤمنون بقضية الإمام الحسين، وأولئك لا يؤمنون. فكل ما كان الإيمان قوي، كلما هذه الأعمال كانت هكذا، هاي البطولات، هالكلام هذا، هاللي مو فقط تعبير شاعري إنما هي حقيقة. شو نسوي هذا الإيمان يزداد؟ هل الإيمان عبارة عن العلم؟ شنو القضية؟ أو هو حب داخلي؟ شنو؟ ما هي مؤلفات ومرتكزات الإيمان؟ هذا سؤال مهم. إذا دققنا النظر بالنسبة للآيات القرآنية، نجد أن هناك بعض الناس وصلوا إلى العلم ومع ذلك أنكروا وجحدوا ولم يؤمنوا. إذا دققنا النظر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لما جاء موسى بالبينات استيقنوا أن هذه حقيقة من الله، لكن وجحدوا بها، وصلوا إلى العلم. لأن العلم يقسم إلى أقسام، مرة تقول less likely يعني وهم، مرة تقول possibly
50-50 يعني شك 50% إيه 50% لا ما أدري. يقول والله أنا عندي شك أنا متردد لا أدري. ثم تذهب 51% إلى 99% توصل إلى مرحلة يقولون يعبرون على باللغة الإنجليزية مثلا probably ها أغلب الظن تسميه الظن. بعدين تقول أنا قاطع 100% هناك يصير مرحلة العلم مرحلة الاطمئنان ثم اليقين أنا متيقن. تذهب الآن برا تشوف الليل تقول أنا متيقن 100% أنه الآن ليل. إذا واحد قال أنا في رابعة النهار في وضح النهار الناس يضحكون عليه يقولون هذا مجنون هذا فقد عقله. أنا وصلت إلى درجة اللي يسموها الفاكت الحقائق صحيح. وهذا ما أنه جاي مثلا دارس أو كذا لا توصل إليه بالحضور والشهود مرة واحدة وجد نفسه هناك. أو أنه واحد يتعلم الرياضيات 2 × 2 = 4 ها يوصل إلى يقين 2 × 2 = 4 بس لازم يتعلم ثم يصل إلى هذه الدرجة من اليقين. ما علينا المهم هنا الدقة. الدقة أنه هناك من وصل إلى علم ولم يؤمن وأمثلتها كثيرة مو فقط في قضية الفرعونيين هذول اللي ما آمنوا. شوفوا الذين جاءوا في غدير خم ذاك العدد وبخن بخن لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة وإذا بهم انقلبوا على أعقابهم. هذول وصلوا إلى علم بل وصلوا إلى يقين. النبي قاعد يحكي وموقفهم هناك ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا اللهم بلى فاشهد أن من كنت مولى فهذا علي مولى اللهم والي من والى وعادي من عادى وانصر من نصر واخذل من خذل. ومع ذلك كله وإذا تشوف بيهم ما آمنوا بعدين انقلبوا. وبعدين الشيطان هم يساعدهم. مساعدة الشيطان شلون؟ يقول الولي شنو معناته؟ مو ان الولي مثلا انها الولاية الولي يعني صديق ان ابن عمي. يلعب الشيطان يقوم يطيله يمده. قاعد هو وين قاعد؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هناك قاعد اي واحد يقترب من اهل البيت عليهم السلام يحاول يجيب القضية يغير الاسم يقول هاي الرواية وردت عن فلان ابن فلان. شوف الان التاريخ هالشكل الروايات الحلوة الجميلة الحقيقية لأهل البيت يجيبوها ينسبوها إلى واحد ثاني. وهذا عمل الشيطان. يعني ترى مو فقط هنا أهل البيت ترى يسويها خبصة هالمذاهب وهالكذا وهالكذا يسويها خبصة على مود الإنسان ليهتدي هذا الطريق. لكن كما قال الشاعر هذا القول الذي يخرج القول السديد فمن جاء بالقول السديد فناقل عنهم وإلا فهو منهم سارق ساووا كتاب الله إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. اللهم صل على إذن وصلوا لعلم وما آمنوا. زين السؤال الثاني ممكن بدون علم نؤمن؟ هم تمكن ما يمكن. الآن أنت اذهب للشارع وتعال شوف واحد هندي واحد ما أدري صيني واحد أوزي أسترالي قل له تعال أنصر الحسين يقول هو يز حسين. قل لي أنصر جيزس أنا أقبل لأنه أنا أعرف جيزس أعرف عيسى البوذي يقول أنا أعرف بوذا أنا ما أعرف الحسين من هو الحسين. إذا ما كانت عندك معرفة ممكن تؤمن؟ أبدا. لذلك أول الدين معرفته. بدون معرفة وبدون علم ما ممكن أن تؤمن وتحب شخصا. متى تحب شخصا؟ حينما تسمع تعرفه تذهب إليه تجد فيه الصفات الكمالية فتحبه وتعشقه صحيح؟ إذن أول شيء يجب أن يكون للإنسان علم ومعرفة. لكن هذا العلم لازم يوصل لليقين. الظن هم ممكن الظن هم ممكن. يعني الظن ليس مانعا من الإيمان. الوهم ما يصير تقول لس لايكلي أن الكهرباء تنقطع وخايف أن الكهرباء تنقطع ما يصير صحيح؟ أصلا أنت ما تهتم لهذا الكهرباء أنه ينقطع ولا لا لأنه أنت في درجة الوهم مو مهم عندك هذا الشيء. أو أنت متردد بشغلة وشغلة وتميل للشغلة التي أنت متردد فيها هم ما يصير. لكن إذا كانت عندك درجة عالية من الشنو؟ الظن العلم الظني تقول أنا ما عندي
مليون بالمليون، لأنه الدقة تزداد 100%، مو مثل مليون في المليون. تقول أنا عندي شوية ضئيل من مثلا، عندي شوية إذا شككتني قلت لي هل أنت عندك مليون بالمليون أنه يصير كذا وكذا إذا متت؟ يجيك ملك الموت، شنو عندك فكرة مليون في المليون أنه تصير هالحوادث اللي تدري فيها وبعد الموت وإلى آخره؟ تقول أنا ما عندي، بس هذا ما يضعف إيماني، أنا ما منتبه لهالقضية هذه، ما منتبه. مثل الغزال، الغزال والشيء بالشيء يذكر، الغزال يقولون سرعته أكثر من سرعة شنو؟ الأسد. لكن ليش الأسد يجي ويصطاد هذا الغزال؟ لأن الغزال دائما تتردد، تنظر إلى الخلف فتحد من سيرها، دائما خايفة تحد من سيرها، ولذلك ذاك ينقض عليها. نحن أعمالنا كلها إذا نمشي بس إلى الأمام، يعني الذين يرجون لقاءنا، المهم أنه أوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ما يهمني هذا الوهم اللي ممكن الشيطان يلعب، الذين يوسوسون في صدور، هذا اللي يوسوس، أنا ما يهمني هذا، هذا مو مهم، هذا عندي أنا إيماني أعظم من ذلك. كلما اقتربت من اليقين، كلما العلم ازداد ازداد ازداد، لما توصل لليقين فحينئذ تصبح كما تقول عنهم الرواية، أصحاب المهدي من آل محمد. قلوبهم، هاي الإيمان، قلوبهم كزبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله. لذلك هذه دعوة لنا أن نذهب ونتفقه، أن نتعلم، أن نعرف الإمام. كلما ازداد العلم كلما الإيمان ازداد. إذن المكون والركيزة الأولى للإيمان شنو؟ العلم، إلى أن يصل لليقين، ولليقين كيفيات مختلفة، هذا أولا. ثانيا والذي هو أهم من ذلك، هؤلاء الذين وصلوا إلى يقين، وصلوا إلى واستيقنتها أنفسهم، لماذا جحدوا ظلما وعلوا؟ هذه المحاضرة التي ذكرتها لكم، هذا اللي يتكبر على الإمام المعصوم، هذا اللي شايف نفسه على الإمام المعصوم، هذا اللي مو خاضع ومو خاشع وقلبه ما متلين، لم تلن قلبه للإمام المعصوم، هذا ممكن أنه يقبل الإمام المعصوم عليه السلام ويقبل المعلومة؟ أبدا. لذلك هناك عامل ثاني مهم، شنو هذا العامل؟ العلم يوصلك إلى مرحلة أنه أنت تدري 100% الآن الشمس طالعة مثلا أو الشمس غايبة، لكن الإيمان فيه عنصر اختيار، لازم تريد، لازم تحب، لازم يكون عندك ميل وشوق. إذا ما كانت عندك حب لصاحب الرسالة أو حب لمن يقول لك هاي المعلومة، ما راح تفوت المعلومة براسك. الآن أنت مثلا يقولوا لك واحد تكرهه، إنسان أفرض قاتل أبيك مثلا، كاتب كتاب، إذا تفتح الكتاب وتقرأ معلومة، يمكن معلومة بديهية مثلا، 1+1=2، معلومة بديهية، بس يقولوا لك تدري منو صاحب هالكتاب؟ تقول منو؟ تقول له فلان الفلاني. تحط الكتاب وتقول أصلا ما أؤمن بكل شيء اللي فيه، صحيح؟ لأن النفس، القلب امتنعت. وبينما إذا أنت تحب واحد، تؤمن بواحد، الآن آمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا الذين آمنوا بالنبي أول مرة خب ما كانت عندهم الأمور كلها واضحة، المعاد وما بعد المعاد، لكن أحبوا حبيبهم محمد. الله حبهم جعلهم يؤمنون به. شي يقول؟ يقولون على عيني والرأس، يقوون الاستنتاج والاستدلال، يقوون، بلا قادرين على أن نسوي بنانة. مو تظن أنه واحد يموت هناك وجسمه يتمحضل يخلص ينتهي يتفسخ ويصير تراب، لا تظن أنه ماكو وراء شيء، ترى أكو شيء، بلا قادرين على أن نسوي بنانة، يأتي الاستنتاج، لكن الحب يقودك. لذلك الميول الداخلية هي التي تجعل من الإنسان أن يؤمن أو لا. يقول هاي شلون دوخة راس إذا أؤمن بيوم المعاد؟ ولذلك الأنبياء دائما كانت عندهم مشكلة بيوم المعاد، يقول إذا أنا أؤمن بيوم المعاد، يعني كل حركة يسألوني بيها، كل نظرة يسألوني بيها، كل كلمة يسألوني بيها، كل مشية يسألوني بيها، مصيبة.
خلي من أول مرة أقول ما أؤمن وأخلص نفسي، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هاي النوازع الداخلية، هذه الموانع القلبية، إذا أزيحت الحب والشوق إذا كان في قلب الإنسان، فحينئذ يركض، يذهب إلى السعادة، يذهب إلى نصرة سيد الشهداء عليه السلام. الأمثلة وين؟ أمثلة شهداء الطف. شوفوا شهداء الطف، جون كان مستوى حبيب، ها؟ زهير مستوى حبيب، في قسم منهم الحر، حر ساعات، والتحق بسيد الشهداء. شنو صار؟ صار عنده هالإيمان مرة واحدة. شنو صار؟ قوى هاتين المؤلفتين، المعرفة لما قال له الحسين عليه السلام ثكلتك أمك، تنك راسه، قال له يا ابن رسول الله ماذا أقول؟ لو قالها أحد من العرب أنا كنت أجبته، لكن أنت أمك فاطمة، شو أقول غير الخير عن أمك الزهراء؟ توجه للمعرفة، هذا ابن رسول الله. ولذلك الحسين دائما يخاطبهم، هل هناك ابن بنت نبي غيري؟ فأخذوا لا يكلمونه. ألم تسمعا؟ ألم يبلغكما قول رسول الله في وفي أخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ يعني أين تذهبون؟ الذي يقتلني يذهب إلى النار. يريد يحرك فيهم شنو؟ عامل العلم، عامل المعرفة. هنا الركيزة الأولى للإيمان ازداد، ثم الحب والشوق. لما أنت تكون مع الحسين في سفر الحسين يطغي جانب الحب والشوق. لذلك الذي كان طاغيا عند أصحاب أبي عبد الله عليه السلام هذا الحب والشوق، شي يقول لهم يموتون دونه. بني قاسم أتمشي برجلك للموت؟ وشلون واحد يروح للموت؟ إخواني ترى الموت مو سهل. الآن إذا واحد قال لك أنه أنت بعد ساعتين مثلا تموت، هل أنت واثق 1,000,000% أنه شي يصير وياك بعدين هناك؟ أمر مخيف. شلون تسلم إذا ما عندك حب؟ في نصرتك أحلى من العسل، أحلى من العسل. يعني كأنما للموت طعم عسل أحلى من العسل. ليش قال هالكلمة؟ حبه. أكيد اللي يزداد معرفة ويزداد حبا، أكثر أصحاب الإمام الحسين حبا ومعرفة منه كان حبيب، لذلك إلى هالدرجة العالية. وأصلا الإمام الحسين سماه حبيب بالقضية المشهورة، لما جاء ودعا حبيب مرة من المرات، أبوه شافه بس ما يشوف الحسين يبكي، وكان عمره حوالي 30 سنة، كان شاب، والحسين كان صغيرا بأبي هو وأمي مع الإمام أمير المؤمنين، وما كان اسمه حبيب على فكرة. لذلك مرة من المرات أبوه قال فضحتنا أنت تشوف الحسين بحاله وتبكي، قال أبا إني أحبه، قال بكرة إن شاء الله نعزم الأمير المؤمنين والحسين وتشوفهم يكونون ضيوف عندنا. لذلك عزمهم. لما أجوا حبيب صعد للسطح يرى الحبيب في حالة من القلق، في حالة من الشوق والاشتياق. مجرد ما شاف الحسين مع أمير المؤمنين يمشيان باتجاه البيت فقد شعوره، وإذا به صار يهرول، سقط من أعلى السطح إلى الأرض ميتا، مات. ثم لما جاء الإمام أمير المؤمنين وجاء الإمام الحسين، أبو حبيب عد المائدة، وإذا بالأمير عليه السلام المؤمنين، وين ابنك هذا الذي كان من أجله نحن أتينا ويحب ولدي الحسين؟ قال لا عليك سيدينه في شغل. قال لا قل لي وينه. وإذا به قال له هذا فلان أنا حاطه في مكان ميت، جاء أبا عبد الله هذا مات لأجلك. لذلك عيسى يحيي الموتى بإذن الله، الحسين الذي هو أفضل من عيسى الذي هو نفس محمد، أحيا حبيب فقام حبيب. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال سيدي عرفتك أنت يا أبا عبد الله مقام، قال وعرفتك يا سيد الأنصار. حب حبيب وعلم حبيب أوصله إلى هذا الكمال، حب وعلم سلمان الفارسي وصل إلى درجة أن الإمام الصادق كان دائما يذكر سلمان، طاري سلمان سلمان سلمان. واحد قال يا ابن رسول الله ايش قد تحكي سلمان 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 الفارسي؟ قال أولا لا تقل سلمان الفارسي، قل سلمان المحمدي. الله أكبر.
لماذا يا ابن رسول الله المقام؟ قال لأنه كان يهوى يؤثر هوى علي على هواه. واحدة منهم، اللهم صل. كيف أقوي إيماني؟ الجواب: اذهب إلى الركيزتين، إلى مؤلفتي الإيمان، العلم والمعرفة، والأهم منه الشوق والحب. إذا أحببت شيئا فتذهب فيه، تعيش معه، تقبل منه سريعا. هاتين العهاتان العاملان أهم عاملين. الآن هذه القضية أذكرها لكم إخواني. قاسم بن الحسن عليه السلام بينه وبين الموت لحظات، شنو هالحب هذا؟ هذه القضية سمعتها وأنا كنت في أديلايد، أحد الذين كان يعرف هذا الشخص الذي استشهد، شاب في ريعان شبابه، يمكن ما أدري يعني، يقول 17-18، ما أتذكر العدد بالتفصيل لكن يعرفوه هو. هذا ذهب إلى السيدة زينب عليه السلام، هو لم يكن هناك، ذهب ليدافع عن حرم السيدة زينب في الشام، وإذا به واحد ينقل عنه. المهم أخذ أسيرا بيد من؟ بيد الفئة التي تقول أن أميرنا يزيد وعدونا الحسين والعياذ بالله، تعرفوهم هذه الفئة التي وصلت بهم القضية. وترى أبناؤها يعني أبناء أولئك تشوفهم الآن أحياء موجودين، حتى يظهر مولانا وسيدنا المهدي بأبيه وأمي. لو إنك استأصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير، خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور، خذهم. فأخذ هذا الشاب ومجموعة من الموالين لأهل البيت سلام الله عليهم. وتدرون بعد هناك الإرهاب اللي يمارسوا في حقهم، الإرهاب الروحي أكثر، إنه أنت موعدك مثلا بعد 5 أيام سوف نذبحك يا فلان، ويضحكون هم بعد، تدري أساليبهم موجود باليوتيوب، شوف شو يسوون بعد. فواحد اللي كان صديقه وياه هناك، هذا الله عز وجل من عليه، كان على أساس موعد إعدامه وذبحه بعده بأيام، صارت قضية انفجار وكذا وجماعة وتدهيم وكذا، ففلت هذا ويروي هذه القضية، يرويها هو بنفسه. يقول كلما كنا نقترب من الوقت الذي يمكن يعني وقت المحدد لهذا الشخص، وبينه وبين الموت لحظات أو أيام، أول شيء كلما كانت حالة الخوف والهلع تزداد عنده، حالة الخوف تطغي على حالة الرجاء، باعتبار أنه شاب، وبالنتيجة الشباب عندهم معاصي، عندهم أمل في الحياة، صحيح ولا؟ فكان دائما في حالة أنه أنا شو أسوي؟ حقيقة إذا واحد يسأل هذا السؤال، إذا كانت هذه الليلة الأخيرة من أيام حياتنا إخواني، كيف نلاقي الله سبحانه وتعالى؟ شلون نلاقي؟ بأي وجه؟ بأي صلاة؟ هل هناك من يدعي أنه صلى ركعتين لله مقبولتين؟ أكو واحد خليجي أنا أبوس إيده ورجله، منو منا يمكن أن يدعي بأي وجه ألاقي ربي؟ وهذا الخوف كان يعتريه. بعدين شي يصير هناك؟ شي يصير أول ما الإنسان تنتزع روحه؟ ماذا يحدث؟ ملك الموت يجي، الملائكة الذين يسمعون عنهم، نسمع دائما عنهم أنه فلان يا ابن آدم هذه آخر شهيقة وزفير كانت عندك، وذاك يقول له آخر شربة وآخر لحظة وآخر ثانية وآخر، شنو اللي يصير؟ ما أدري. لذلك هنا القضية أخواني، اللي ما عنده إيمان قوي وتسليم مطلق، هناك مرحلة من المراحل يمكن يتأذى. كلا إذا بلغت التراقي يعني الترقوة، وقيل من راق وظن أنه الفراق، يصير عنده هم، عنده حالة يمكن يرجع ما يرجع. فإذا ما سلم روحه من أكو لحظة يمكن أنه يمكن إرادية إحنا ما نشوفها. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون،
هو فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ما ندري شو يصير هناك في تلكم اللحظات. الذي يريد سكرات موته تكون أسهل وما عنده سكرات لازم يسلم. يا الله توكلت عليك، ما عندي غير التوكل. وحد من حدود التوكل شنو؟ اليقين. بعد متوكل عليك يا ربي، عفوا شو سوي غير هذا؟ فكان يخاف. هاي حالة الخوف ازدادت ازدادت ازدادت، هلع يرتجف إلى أن قبل إعدامه أو قبل استشهاده وذبحه بيوم بليلة أو ليلتين أو ساعات يعني هشكل، يقول مرة واحدة وإذا به قام، ما كان ينام، كان صعب عليه النوم. مرة واحدة قام وهو يقول اللهم صل على محمد وآل محمد. ما الذي حدث؟ وإذا مستبشر ويمازح الجماعة ويمازحه، قال شنو صار الخوف والهلع؟ وبكرة أنت الذبح وبعد بكرة يعني قريب. قال الآن رأيت مولاي الحسين عليه السلام في المنام. شفت الإمام الحسين، أنت جاي لأختنا زينب عليه السلام. يقول قال لي الحسين عليه السلام لا تخاف، انت لما يحطوك هناك قبلك وبينك وبين الموت لحظات، ولما يحطون عندك هاي السكين اول شيء بدايه السكين اكو حرقه وشويه الم اول شيء بس ما يحطون، بس لما هذا يبدي بالذبيح انت ما تحس بشيء، عينك لما تسدها من هذه الدنيا تفتح عينك بي انا الحسين اتولى امرك. اللهم صل لا تخاف، خلي عندك يقين إيمان بيه. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، هالذنوب هواي تشفتها ثجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، وإلا حقيقة إخواني إذا ما يوقفون ويانا شو نسوي إحنا؟ ولذلك أجمعت الطائفة، أجمعت إجماع أنه يحضر لدى الميت يقينا محمد وآل محمد. بني قاسم تمشي برجلك إلى الموت؟ كيف تجد الموت عندك؟ عم يا حسين في نصرتك أحلى من العسل، أحلى من العسل. أنا ما خايف من الموت، صحيح ما تزوجت، صحيح أن عمري كان شباب في ريحان الشباب، بس مو مهم هذا، أنا وياك، أنا انتخبتك يا أبا عبد الله. لذلك كان دائما يتوسل بالحسين عليه السلام، والحسين ما كان يأذن له بالبداية، دائما يأتي إلى الحسين، عم يا حسين اقبلني أكون معك. وحينما أرى الحسين عليه السلام أصحابه وأهل بيته منازلهم في الجنة، بقي القاسم ما أراه، فكان خائفا أنه ليكون الحسين ما قابلني، ليكون شاف صغر سني. والحسين يقول له أريدك تعيش حبيبي، أنت ابن أخي الحسن، أريدك تعيش وتبقى، أنا ما أريدك تروح في هذا الطريق تموت تقتل. فما كان الحسين يؤذن له، إلى أن وصلت القضية إلى استشهاد علي الأكبر، والذي كسر قلب الحسين. الحسين انهار، انهار الحسين باستشهاد علي الأكبر. إذا العباس كسر ظهر الحسين فعلي الأكبر كسر قلب الحسين. وإذا بالقاسم عليه السلام يسمع عم الحسين ينادي بني علي بني علي، أما الدنيا بعدك العفا، أنا ما أريد الدنيا بعدك يا علي، ويبكي ويبكي. وهو ينظر إلى بني عمومته مجزرين كالأضاحي. هناك جاء إلى أمه، أمه والله ضاق صدري، ما يقبلني الحسين، شو سوي أنا؟ كل ما أقول له يا أبا عبد الله خليني أقاتل ما يقبل. قالت بني لا عليك، الآن تذكرت أبوك الحسن أعطاني رسالة وصية، قال حينما يسأم ولدي في اللحظات الأخيرة هناك تشوفي هذا الولد
بعد ما عنده أمل في الدنيا أعطيه هذه الوصية، خليه فإن فيه ما يسره إن شاء الله. أخذ الرسالة وإذا به يفتح الرسالة فراح كأنما من طين الدنيا، الدنيا من طين. جعل يهرول إلى الحسين عليه السلام، عم يا حسين، عم يا حسين، انظر ما يقول أخوك، هذا بعد أخوك أبو محمد، هذا مو أنا، شوف شي يقول. وإذا بالحسين فتح الرسالة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسن السبط ولده القاسم، بني قاسم إذا وجدت عمك العباس غريبا مناديا ألا هل من ناصر ينصرني، وحيدا كريبا، إذا شفت عمك بهالحالة فلا تقصرن من نصرته، ترى هلا تنهلا ولدي تكون ويا الحسين. بمجرد ما قرأ الحسين هذه الكلمات بكى بأبي هوم، أبو محمد حتى هنا جاي تنصرني؟ وإذا به ولدي قاسم يعز علي، والله يعز علي، اعتنق القاسم وجعلا يبكيان، أنا ما شفت بالمقاتل حتى غشي عليهما، يعني القاسم وقع مغشيا عليه والحسين وقع مغشيا عليه. لما فتح الحسين عينه وإذا بالقاسم يقبل يدي الحسين ورجلي الحسين، عمي حسين شكرا لك سيدي، أنا ممنونك يا أبو علي، أنطيتني الفرصة أكون من شهدائكم. قال ولدي لكن اذهب إلى الفاطميات وودع الفاطميات، لزمة ترجع بس كينا وعم تبنى حرت شمه، ومن الخيام مذهولة طلعت تنادي أمه، ولدي وصلت، وصلت إلى أمنيتك حبيب قلبي، راح تروح من إيدي، ولدي القاسم سوف لن أراك يا حبيبي، أمه إبرائيلي الذمة، أمه أنا رايح، أنا ملحق، أنا ملتحق بركب الحسين، آه ركبة الركاب سكينة ابن احرت شمه، ومن الخيام مذهوله طلعت تنادي امه، يا ابني يا جاسم هالوكت حالك العمك ضمه، لليوم انا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى يا والدي ادعيلي، انا رايح انا يا والدي من غير ما تقليلي، انا عمي يا عمي وحيد بكربلاء، المنى ضمن حالي، عمي وحيد بكربلاء، المنى ضمن حالي، لكن أمه أنا عندي وصية إليك، اسمعي وصيتي يما، وصيت يا يما وصية، تسمعين لفظ جوابي شباب
شفتيهم بالله تذكر شبابي، بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي، من دون كل أصحابي. وبعد عطشان أنا يا والدة وقت الشرب ذكريني، إذا رأيتي أحدا، إذا رأيتي عريسا، إذا رأيتي عرسا شابا، أمه ابكي علي. وبعد أمه إذا رأيتي أحدا ينادي أنا عطشان ابكي علي. يقول حميد بن مسلم وإذا بنا ننظر إلى غلام كفلقة قمر طالع، جاء الغلام وهو يرتجز ويقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المرتضى المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون. وقاسما رحم الله من نادى وقاسما. يقول أخذ يقاتلهم قتال الأبطال إذ انقطع شسعون عليه ولا أنساها إنها اليسرى، أخذ يشدها غير مبالي بالأعداء، غير مبالي بالأعداء. يقول وإذا بعمر بن سعد الأزدي، الأزدي قال والله لأثكلن أباه، لأثكلن عمه وأمه، ولأشدن على هذا الغلام. قلت ويحك أما ترى الذين احتوجوه من كل جانب، قال والله لأفعلن. شد نحو الغلام وقاسمون كان قد أحنى رأسه. أجركم الله وإذا باللعين أهوى سيفه على رأسه. رحم الله من نادى وقاسما نادى القاسم عما حسين عليك مني السلام. الحسين هجم عليهم فرقهم من حوله. يقول حميد بن مسلم وإذا بالحسين، هذه الرواية المقطع من المقتل كسر قلب الجميع حتى الأعداء. يقول وإذا بالحسين يرى أن الغلام يفحص برجليه ويديه. حبيبي برضاي عليك بطل الونة ورفيس رجليك يا قاسم. طلع شباب يوم ذكريني من تيمور زفت شباب.